ذكر أحد الباحثين أن الإرجاء أثر على بعض العلماء فلم يكفروا تارك الصلاة تهاونا وكسلا، فهل هذا الكلام على إطلاقه؟ هذا الكلام غير صحيح، فليست مسألة تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا ليس لها صلة بالإرجاء، فالنزاع جار صك هذا فالنزاع جار ما بين أهل السنة في تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا، وليس في هذا فحسب، بل في تكفير من ترك ركنا من أركان الإسلام، تكفير تارك الصلاة وغيره، من ترك ركنا من أركان الإسلام الزكاة الصيام الحج، عن الإمام أحمد أيضا وعن غيره، حتى الإمام أحمد ثم خلاف عنده يعني في الروايات في تكفير الأركان، في تكفير من ترك ركنا من أركان الإسلام. ومن العجائب أن الإمام أحمد رحمه الله له في هذه المسألة خمس روايات، وهذه خمس روايات في هل يكفر من ترك أركان الإسلام العملية من غير الشهادتين. الرواية الأولى أنه يكفر بترك أي ركن من أركان الإسلام، والرواية الثانية أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة، والثالثة يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها الإمام، يعني إذا قاتل في الزكاة الإمام ليس مطلق الترك، والرابعة يكفر بترك الصلاة فقط. إيش الخامسة؟ فنسيت الخامسة. فالمقصود أن الخلاف في تكفير من ترك ركنا من الأركان تهاونا وكسلا ليس له صلة بالإرجاء، وما ذكره الباحث محل نظر. ما هو ضابط الإعراض